برحب بكل متابعين ومشاهدين قناة أنا وهي والنجوم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية بألف خير. بتمنى من الجميع يدعو الأهل غزة في الأيام المباركة، ربنا افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين المعتدين الظالمين المجرمين يا رب العالمين. نبتدي حلقة النهاردة. انتشر فيديو للمنجم اللبناني ميشيل حايك اتوقع فيه اعتداء من العيار الثقيل على السفاره الامريكيه في عوكر. هالمره بسفاره عوكر لا بروفا ولا افون بريمير، هالمره اعتداء من العيار الثقيل. بالفعل في 5 يونيو الحالي تعرض محيط مبنى السفاره الامريكيه في عوكر لاطلاق نار من قبل 3 مسلحين قبل ان يتدخل امن السفاره والجيش اللبناني. قالت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس تويتر سابقا إن إطلاق نار من أسلحة خفيفة جرى صباحا بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية. أفادت المعلومات إن القاتل من الجنسية السورية وحاول الاقتراب من رجال الأمن المسؤولين عن حماية المبنى، وحصل تبادل لإطلاق نار بين الجهتين أدى إلى مقتله على الفور، كما أصيب شخصان على الأقل. إنها 8:34 دقيقة صباحا، إطلاق نار باتجاه السفارة الأمريكية في عوكر وتبادل نيران لحوالي 15 دقيقة، وتبين وجود شعار داعش على بندقية المعادل. من الرعب والخوف سادت المنطقة التي تعتبر أمنية بامتياز بعد إطلاق النار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية يدعى قيس الفراج. رشحت أن يكون مهاجم السفارة الأمريكية منتميا إلى تنظيم داعش بعد ملاحظة شعارات الدولة الإسلامية والكتابات الموجودة على جعبته. مش ده بس اللي توقعه ميشيل حايك عن السفارة الأمريكية. اتكلم ميشيل حايك عن السفارة الأمريكية في توقعات سابقة ليه وقال إن أبواب السفارة الأمريكية مشرعة، مرة للتعزية ومرة للتهنئة. الدبلوماسية الأمريكية بلبنان سفارة وسفيرة وممتلكات. أما بالنسبة لتوقعات 2024 الحي سنة 2024 للبنان لن تكون تضييعا للوقت، لبنان سيكون مفول. مشاهد غزاوية في مخيمات لبنانية، سفير لبناني بيحمل رسالة مفخخة، بيصر الوزير بسام مولي على شعاره لكم بالمرصد، مخطط من طابور 5/6 للتخلص من القاضية غادة عون. اعتزال العمل السياسي سيكون بالجملة لأسباب ودوافع مختلفة. الصورة والخبر عن الإمام موسى الصدر والسيدة رباب الصدر ستتصدر المشهد. على المرفأ سيكون هناك حقيقتين لا حقيقة واحدة، وملف البيطار لن ينطفئ. مركز بحنس بيرصد هزة، أي حداد رسمي سيسبق الثاني. ده في لبنان، لكن يا ترى إيه الحداد الرسمي اللي هيسبق الثاني؟ أما توقعات ميشيل حايك عن سوريا فقال ثمن بتدفعه روسيا على الأراضي السورية، تبدل في الأجواء السورية والإسرائيلية، وما سنراه في الجولان ليس سيناريوهات وتمثيليات بل وقائع حقيقية. مسلسل غريب ستجري أحداثه داخل الحكومة المقبلة. خطر من درجة الخمس نجوم يحوم حول العائلة الأسدية في سوريا. أما عن السعودية فبيقول ميشيل حايك بتعيش المملكة لحظة تاريخية بتنتشر فيها أخبار وصور لأن سعود على جغرافيا واسعة. بتوقع كمان محاولة شريرة لتوريط المملكة بسيناريو يذكر بالخفاشكي. الطريق بين السعودية وفرنسا بيشق بسرعة إلى الازدهار، والرئيس الفرنسي شخصيا سيدعم مشاريعه في المملكة. كمان بيقول إنها تشتد الحرب على المرأة السعودية الناجحة. الدبلوماسية السعودية هتكون مصدر لأكثر من عملية دسمة. بيتوقع ميشيل حايك إن الديوان الملكي السعودي وخبر عادي، وبتتحول صورة لمحمد ابن سلمان لإشكالية. متوقع عملية فارقة في مكة. بيتكلم ميشيل حايك عن الطواف في الكعبة هذا العام، وبيقول إن الطواف في الكعبة مش هيكون تقليدي ولا مألوف، ومش عارفة يعني إيه أو بيقصد إيه بالطواف إن هيكون في الكعبة غير تقليدي ولا مألوف. الأمير
محمد ابن سلمان سيقوم بزيارة بتقلب الموازين. تفتكر محمد ابن سلمان ممكن يزور مين؟ ممكن يكون هيزور إسرائيل مثلا؟ ياريت اللي يتوقع هيزور ايه اكتب لنا في كومنت. بتشتد المعارضة السعودية خارج نطاق المملكة. أما عن الكويت تتكلم ميشيل حايك عن أمير الكويت وقال إنه هيكون أمير الصدمة الإيجابية. بيدخل أمير الكويت مباشرة لإنهاء الصراعات في الكويت حتى رياضيا منها. ملفات الحكم بيتم مراجعتها للمرة الأخيرة قبل ذهابها للأرشي. أما عن فلسطين الحبيبة ربنا ينشرها يا رب في الأيام المباركة، يا رب يجي عيد الأضحى وهم في سكينة وفي سلام. المسجد الأقصى سيكون المحور. ثروات غزة في البحر بقي لغزة وأهلها. فلسطين من البحر للنهر لن يبقى مقولة في الخطبة. لعنة غزة وفلسطين سوف تحل على أمريكا وعلى إسرائيل. الكابوس الفلسطيني سيبقى في عقول المستوطنين في المخيمات. لباس القسام سيصبح زيا يعتمد يرتديه الجميع. أما عن قطر فبيقول ميشيل حايك تظاهرة غير مألوفة في قطر. أمير قطر بيقنع بايدن بتغيير رأيه بقضية ذات علاقة مع فلسطين. أما عن توقعات ميشيل حايك للأردن فبيقول دستور جديد للأردن، توقعات ملك الأردن تصح وتصيب، اقتصاد الأردن وسياحته يمنعان الانهيار ومنع تكرار الماضي. من قلب البحر الميت ستدب الحياة والحيوية في الأردن. أما عن مصر فبيتوقع ميشيل حايك إن الشيخ الأزهر سيكون على مفترق طرق، وباسم يوسف بيدخل بورصة الأحداث وشايف إن هيكون في عسكر مصري في فلسطين. تفتكروا مصر ممكن تدخل الحرب؟ بيتوقع حايك إن أصوات المعارضة المصرية لن تصل إلى درجة الاختناق الكامل. أما عن سلطنة عمان فبيقول ميشيل حايك صحة سلطان عمان تدعو إلى القلق. إسرائيل المجلس الحربي الإسرائيلي على فوز التركان. أسير عند حماس سيكون بحركة مناهضة للإسرائيليين، وبحر إسرائيل لن يكون محميا. أما عن المتفرقات العالمية فبتوقع حايك خطر تحت مدرج ملعب رياضي عالمي. كرة السلة الأوروبية نحو العرش. العلماء سيكشفون لنا حقائق. نكسة في العملة الصينية. أضخم مظاهرة سنراها في الصين. تشوه في هوية حلف الناتو. الفيفا بهزتين. اكتشاف سر جديد في عالم التماسيح. منظمة الصحة العالمية بتفاجئ العالم بخبر أخطر من كورونا. كائنات غريبة ستفتك ناسا من كوكبنا. نيزق لا يشبه أي نيزق آخر يتوجه إلينا ويصبح معلم سياحي فيما بعد. الأمم المتحدة في انقلاب ضد الواقع. طالبان ينتظرها خسارة كبيرة. وخطر على تايوان. الهزات الأرضية ستظهر مجددا. رائحة البارود ستغلب رائحة الشوكولا بروكسل. بكده خلصت حلقتنا النهاردة. أتمنى لو أول مرة بتشوفوا القناة شرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار كل فيديوهاتنا الجديدة أول ما تنزل. وشكرا لكل ما ترك بصمته على الفيديو.